رئاسة الجمهورية نعت بمزيد من الحزن والأسى الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهم الذين وفتهم المنية إثر حادث أليم. وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، معربا عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل. كمان من ضمن الأخبار، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، واللي بيأتي تنفيذا في أو تنفيذ هذا المشروع في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر والمستدام. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها إن جمهورية مصر العربية نعت بمزيد من الحزن والأسى الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهم اللي وفتهم المنية إثر حادث أليم. وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، ودعا الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته ويلهم إصرهم الصبر والسلوان، معربا عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بشأن الإجراءات اللي من شأنها وضع سقف الاستثمارات العامة، وأوضح رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي أيضاً بهدف استعراض الآلية الخاصة بتنفيذ ومتابعة هذه القرارات وتفعيل دور لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 739 لعام 2024 برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق اللي بيأتي تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة. وامبارح توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومرافقه لتفقد أعمال التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو C3. وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام اللي بتوليه الدولة لتطوير كافة وسائل النقل الجماعي وفق أحدث النظم والتوسع في مجالات النقل الأخضر المستدام.